نتنياهو نسخة مطورة عن البغدادي بحسب الفلسطينيين. العاهل الأردني في موسكو، هل من رسائل معينة لقيصر روسيا؟ التظاهرات تتفاقم والطلاب يريدون الديمقراطية. ربيع هونغ كونغ هل يزهر؟ ولمناسبة اليوم العالمي للقهوة، هل تحبها عربية، تركية أم إسبريسو؟ 40,000 مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم في البحار والصحارى منذ عام 2000 يهربون من الموت إلى الموت. مشاهدينا، كانت هذه هي أهم عناوين حلقتنا لليوم في ساعة، لكن قبل أن أدخل بتفاصيلها وتحليلاتها المختلفة دعوني ألقي نظرة على أهم التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والعالم. الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ينفذ ضربات على مواقع لداعش في سوريا بالقرب من بلدة عين العرب الكردية. وزير الخارجية اليمني يطالب من مقر الأمم المتحدة المجتمع الدولي بمساعدة بلاده في مكافحة الإرهاب. البرلمان الليبي المنتخب يجري محادثات بواسطة الأمم المتحدة مع خصوم مرتبطين بالبرلمان المنافس، داعيا الفصائل المسلحة لوقف إطلاق النار. البنتاغون، أكثر من 4,000 طلعة جوية للجيش الأمريكي فوق العراق وسوريا منذ آب أغسطس، شن فيها 66 غارة على داعش مقابل 23 غارة خليجية. مرحبا من جديد مشاهدينا إلى اليوم في ساعة، هذه المرة وعلى غير العادة سنبدأ بملفات دولية. هذا الملف تناقله يوميا منذ حوالي 3 أيام العديد من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية العالمية. هل سيثمر ربيع هونغ كونغ أزهارا أم سيتم قمع الاحتجاجات؟ أو أن عدوى العالم العربي ستتحول إلى المستعمرة البريطانية السابقة؟ أسئلة لابد من طرحها مع تصاعد حدة الاحتجاجات، حيث مد عشرات الآلاف من المحتجين إغلاقهم للشوارع في هونغ كونغ وخزنوا المؤن، حتى أنهم أقاموا المتاريس تحسبا لحملة تشنها الشرطة لإخلاء الطرق قبل العيد القومي للصين. هونغ كونغ، الخاصرة الصينية التي لطالما آلمت بكين، ها هي اليوم تظهر على سطح الأحداث من جديد مع نزول آلاف من مواطني هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الشوارع مطالبين الحكومة المركزية الصينية بالحريات السياسية ومنع تقييد الانتخابات فيها، حتى أن المطالبات وصلت إلى درجة المطالبة باستقالة رئيس هونغ كونغ. على الفور قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض أي دعم خارجي للحركة غير القانونية حسب تعبيرها، ردا على بيان نظيرتها الأمريكية الذي أكد أن واشنطن تتابع عن كثب كل ما يجري هناك. المحتجون رفضوا فتح الطرقات التي تم قطعها، وجرى تعليق خدمة أكثر من 200 مسار للحافلات أو تعديلها، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت الهراوات لتفريق المحتجين، إلا أنها لم تنجح في ذلك، وانضمت حركة أوكيوباي سنترال وهي مجموعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية إلى احتجاج للطلاب، وقدرت الحركة عدد المشاركين ب100,000 شخص، معلنة دعمها لما وصفتها بالحركة التلقائية لشعب هونغ كونغ. وتعتبر هذه التطورات أكبر تحد سياسي للصين منذ أن سحقت في 4 يونيو حزيران عام 89 احتجاجات طلابية في بكين تطالب بالديمقراطية، مما أسفر عن خسائر بشرية جسيمة في وقت تتطلع فيه العيون إلى الآلية التي ستستخدمها الصين في التعامل مع هذه الاحتجاجات، لا سيما بعدما ظهرت أول ردود فعلها العملية بحجب موقع انستغرام الذي يستخدمه المتظاهرون لنقل مطالبهم، ليضاف هذا الحجب إلى مواقع أجنبية أخرى حجبت في الصين مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك.
وأتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي من لندن نيل أشدون، وهو نائب رئيس قسم آسيا في IHS. سيد نيل، أهلا بك وشكرا على هذه المشاركة. دعني أبدأ بالشق السياسي أولا. هل فعلا ما يسمى بالربيع العربي بدأ ينتقل إلى هونغ كونغ، أم أن ما يحصل هو عبارة عن بعض الضغوطات على الصين، على الحكومة المركزية في الصين؟ شكرا على استضافتي. أعتقد أن المقارنة مع الربيع العربي ربما هي مقارنة غير قوية في هذه الحالة. ربما الوضع هناك قائم نتيجة أوضاع قائمة هناك بسبب الحوكمة أو طريقة الحكم في الهونغ كونغ، إضافة إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للناس ومستقبلهم في هونغ كونغ فيما يخص دفع تكاليف التعليم. وقد ظهرت هذه القضايا على المدى القصير نتيجة النقاش الدائر بخصوص الرئيس في 2017. إذن هناك مجموعة من العوامل الطويلة الأجل والقصيرة الأجل، وهي تختلف وتتميز عما رأيناه في الربيع العربي. يعني البعض يرى أن أهم هذه العوامل هي مطالبة السكان هونغ كونغ بالمزيد من الديمقراطية بعد ما اعتبروها تقريبا تدخلات حكومية مركزية في الصين بهونغ كونغ، التي تعورت طوال حكم المستعمرة أو الحكم البريطاني خلال السنوات الماضية على ديمقراطية أكثر انفتاحا. الآن يطالبون ببعض الإجراءات التي تحول أو تؤكد على استمرار العمل الديمقراطي في هذه المدينة. لكن سؤالي المطروح أكثر في هذا الموضوع هو، البعض أيضا يرى بأن ما حدث في هونغ كونغ ضغط غربي على الصين، على الحكومة المركزية في الصين. هل تتفق مع هذه المقولة؟ عندما تنظر إلى الحالة في هونغ كونغ، هناك استثناء واضح بالمقارنة مع الأوضاع الأخرى في العالم. فهونغ كونغ سلمت إلى الصينيين بموجب ترتيب أو اتفاق، ونحن حاليا نرى كيف أو شروط هذا الاتفاق. أما تفاصيل تنفيذ الاتفاق ولا سيما كيفية انتقاء المرشحين لشغل الرئيس التنفيذي، وشروط هذا الاتفاق هي كانت موضع خلاف أكثر منه موضوع الديمقراطية وانتشارها في هونغ كونغ. طيب، خلينا ننتقل على الشق الاقتصادي، وهو أكثر تخصصا بالنسبة لك السيد نيل. بالتحديد يعني ما يحصل حاليا في هونغ كونغ، إلى أي حد سوف يؤثر على سمعة هذه المدينة الاقتصادية كملاذ مهم للمستثمرين حول العالم من كافة القطاعات الاقتصادية؟ بالتأكيد كان هناك مخاوف لدى قادة قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في هونغ كونغ حول التبعات الاقتصادية المحتملة لهذه الاحتجاجات. بالتأكيد أيضا كان هناك توقف في الأعمال وفي البنية التحتية للنقل في المناطق التي يتجمع فيها المحتجون. ولكن من المهم أن نقول أيضا أنه بالنسبة لغالبية الناس الذين يعيشون في هونغ كونغ، الأمور تسير على ما يرام. طبعا البورصة شهدت تراجعا، لكن لم تشهد تراجعا دراماتيكيا، كان التراجع بسيطا أو طفيفا نوعا ما. وعلى المدى البعيد أعتقد أننا بحاجة إلى انقطاع أكبر من الاحتجاجات الحاصلة كي يتسبب ذلك بأي أذى اقتصادي لهونغ كونغ، وبالتحديد لسمعة هونغ كونغ كمكان لممارسة الأعمال، وهي تظل واحدة من أهم المقاصد لممارسة الأعمال في العالم.
طيب سيدنا، السؤال أخير في هذا الإطار، إلى أي حد ترى الحكومة الصينية المركزية سوف تحول دون تفاقم الوضع أكثر من ذلك في هونغ كونغ؟ نرى عشرات الآلاف من المحتجين يفرشون الأراضي، يتوقعون بعض التدخلات من الشرطة قد تكون قاسية إلى حد ما. نعتقد أن هذه الاحتجاجات سوف تتواصل في الأيام والأسابيع المقبلة. هناك عاملان أساسيان سوف يقرران مدى استمرار هذه الاحتجاجات، فيما إذا كانت ستظل سلمية أو ستشبه الاضطرابات التي حصلت في بداية الأسبوع. هذا الأمر يتوقف على قدرة المنظمين على المحافظة على سيطرتهم على الأوضاع، ومن ثم قدرة الشرطة في هونغ كونغ على المحافظة على النظام العام. ما لا نعتقد أن هذه الاحتجاجات لن تغير موقف بكين من موقفها من الديمقراطية والانتخابات المتعلقة برئيس هونغ كونغ، لن تغير موقف بكين أبدا. من لندن السيد نيل أشدون وهو نائب رئيس قسم آسيا في IHS، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إلى موضوع آخر، تصريحات وتصريحات مضادة كانت هذه الأيام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آخرها تشبيه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم بالتحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يشبه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عمر البغدادي. جاء هذا الشيء ردا على تشبيه نتنياهو أول أمس حركة حماس بالتنظيم المتطرف لتبرير الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. المهم في ذلك بأن أيضا المتحدثة باسم الخارجية أو باسم الخارجية الأمريكية رفضت تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس بداعش، وهو موقف يعني بررت فيها الولايات المتحدة قيامها بحملة عسكرية على داعش وعدم قيامها بتحالف ضد حماس. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين طالب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، متهما تل أبيب بشن سلسلة من جرائم الحرب على قطاع غزة. هذا الأمر أيضا أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية. سوف أتابع هذا الموضوع مع ضيفي من العاصمة المصرية القاهرة دكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي. دكتور أحمد أهلا بك. دعني أبدأ أولا من هذه التصريحات المضادة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. طبعا كبير المفاوضين صائب عريقات شبه نتنياهو بأنه مثل عمر البغدادي زعيم تنظيم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا كما تلقب. يعني قطع الأمل بأي تطور في المحادثات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى رأينا هذه التصريحات المتتالية من قبل أولا الرئيس الفلسطيني سابقا والآن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. الحقيقة احنا بنشهد حاليا معركة كبرى، معركة دبلوماسية، معركة على الرأي العام، معركة قانونية بتحتاج لتضافر جهود. الرئيس أبو مازن وقد تخطى 80 من عمره يريد أن يتوج نضاله ومسيرة حياته بلقب أول رئيس لدولة فلسطين. هو استطاع أن ينجز الكثير فيما مضى. آخر المحطات التي وصل إليها على صعيد التفاوض أنه انتزع لنفسه موطئ قدم من جديد في غزة من حيث إعادة الإعمار، له يد السلطة الفلسطينية أعني المعابر، حرس الرئاسة هو الذي سيديرها. فهذه خطوة كبيرة. قبلها على المستوى الدولي استطاع أن هو ينتزع عضوية الأمم المتحدة بهيئة مراقب، صحيح مش عضوية كاملة إنما خطوة كبيرة. أيضا يحسب للرئيس أبو مازن أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بوضعها الحالي هي أكثر من عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل حتى الآن. فهي معركة كبرى ابتدأت في السخونة وصعدت على السطح لما لاحظ الرئيس الفلسطيني أن كل دولة دلوقتي بتنكفئ على مشكلة داخلية. يعني الدول اللي قالوا أن فيها ربيع عربي
بتنكفئ على مشكلة الداخلية، عندها ضغط اقتصادي رهيب، عندها ميليشيات شغالة، عندها إرهاب، عندها مشاكل أمنية، فزي ما يعني بس زي ما حبش دكتور هو أحمد في هذا الإطار معروف أنه الرئيس عباس ينتقي كلماته خلال عند أي تصريح له بطريقة دبلوماسية وهادئة، لا يريد إثارة أي حفيظة للأمريكيين أو للإسرائيليين كما تعهدنا في الفترات السابقة. آخر تصريح له كان أكثر قوة ربما عندما شبه ما قامت به إسرائيل بأنه فعلا جريمة إبادة، وتحدث عن الكثير من المواضيع في هذا الإطار. كان القصد من سؤالي الأول أنه استخدام هذه اللهجة القوية ضد الإسرائيليين يأتي من أنه خلص هو قطع الأمل بأي تطور للمفاوضات الحالية الحاصلة جراء التعنت الإسرائيلي، لهذا خلص قال علي وعلى أعدائي خليني أصرح وأوضح للعالم حقيقة ما يجري. طبعا هو المسؤول الأول عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، فاض به الكيل، هو ده المنشط أنه هو فاضل به الكيل وأدرك أن التلاعب الإسرائيلي لا نهاية له، يعني تفاوض من أجل التفاوض مثل الفن من أجل الفن كده. فالحالي اللي هو رئيس الوزراء نتنياهو تلميذ الراحل غير المأسوف عليه إسحاق شمير. إسحاق شمير هو صاحب مقولة سأجري مفاوضات لمدة 10 سنوات مع العرب، هيعمل مفاوضات كده لا تنتهي. فده تلميذه، ده على نفس الخط، على نفس المدرسة. فمن هنا جاءت الوقفة التصعيدية التي أتوقع أن تصل إلى نهايتها. نهايتها ممكن تكون حل السلطة الفلسطينية، تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته عن صد هذا الاحتلال وعن التصدي لهذه الجرائم وعن الدفاع عن شعب يتعرض للاحتلال ويتعرض للتنكيل. يعني هو دلوقتي بيتكلم عن داعش، نتنياهو في الأمم المتحدة امبارح بيحاول يرد على أبو مازن وجايب معاه صورة ماسكها يعني بالوضع المقلوب. إنما ما علينا، هو ما جاب سيرة تركيا برضه، الملاحظ يعني إن تركيا لم تنبري في هذه المعركة ولا دول تانية انبارت مثل قطر. صحيح. إنما بنلاقي إن هو بيتصدى لأبو مازن بحدة وبيتهمه بإن هو متواطئ مع الإرهاب وإن حماس تساوي داعش، وبالتالي أبو مازن يتعاون مع داعش لأن في حكومة وحدة وطنية. أتفضل. يعني أمام هذه التصريحات اللي شفناها للسيد الرئيس الفلسطيني وكذلك لكبير مفوضيه صائب عريقات، فينا نشوف لغة أكثر توددا لحماس في هذا الإطار برأيك من قبل فتح والسلطة الفلسطينية ككل؟ يعني هو في انقسام طبعا بعد الانقلاب الحمساوي في غزة والعنف اللي حصل والقطيعة الكاملة، دلوقتي في فرصة تاريخية، فالحكماء والعقلاء يقول لك طب ندي فرصة إذا صدقت حماس، إذا كان في مجال للتعاون، لأن برضه حماس دي مش كتلة واحدة، هي حماس الداخل والخارج، وفي ناس للأسف متورطين وفي ناس مشبوهين وفي ناس مناضلين. فما نقدرش نقول ان يعني باكج واحده كده او حزمه واحده حماس نرفضها ونلقاها في البحر. لا، احنا ممكن نتفاهم، ممكن نضع ضوابط واقفه مع الشقيق، ما فيهاش حاجه يعني. فاذا جاءت هذه الوقفه بشكل مثمر وايجابي يعني ممتاز، اذا كان الوضع مجرد تسويف وخدمه لمصالح إسرائيل وتقاطع مصالح مع إسرائيل نكشف ده للرأي العام. فطبعا دي خطوة موفقة أن هو يدي فرصة لحكومة الوحدة الوطنية، خاصة أن المظلة المصرية هي الوحيدة الموجودة بعد أن أثبتت البدائل الأخرى فشلها وعجزها. فبالتالي هو مدعوم بالسياسة المصرية وبما ليها من حنكة، الأجهزة السيادية في مصر تدير هذا الملف بحنكة منذ حوالي 20 سنة، مش النهارده ولا امبارح ولا من 3 سنوات ولا قبل الثورة. فبالتالي لديها الخبرة في التعامل، واحنا لينا برضه الخبرة في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. انت انتزعنا طابة بالتحكيم الملزم، فمن هنا الخبرة المصرية موفرة للجانب الفلسطيني. أعتقد التصعيد ده في وقته إن هو يلفت نظر الرأي العام قبل صناع القرار في العالم بإن في مشكلة حقيقية، خاصة ان الجانب الاسرائيلي بعد 15 اكتوبر القادم هيبقى في وضع تاني، ممكن يلجأ الى انتخابات مبكرة لتضييع الوقت
وتكييفنا على الوضع الحالي اللي هو تكريس للاحتلال. يعني والسيناريوهات الماضية تتكرر بين الحكومات المختلفة في إسرائيل بطريقة تعاملها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما ذكرت قد يلجؤون إلى اختلاق مشاكل داخلية، ربما انتخابات مبكرة للحيلولة دون أي تطور في عمليات السلام، وهذا ما يقوله أيضا الكثير من المحللين السياسيين. سؤالي الآخر يتعلق دكتور أحمد أيضا بالموقف الأمريكي، رافض كذلك تصريحات نتنياهو اللي شبه حماس بداعش، كيف رأيت هذا الموقف الأمريكي؟ هو محاولة يعني تقرب أكثر أو إرضاء ليس لحماس بل للسلطة الفلسطينية أم ماذا؟ والله يعني هو مثير للسخرية الموقف الأمريكي من الإرهاب في العالم، يعني محل تساؤل، وتجارب الأمريكية في العالم كلها محل فشل. من أول الصومال كان العملية اسمها استعادة الأمل، لغاية دلوقتي الأمل ما ظهرش في الصومال، طلعنا على أفغانستان حلها يعني لا سر عدو ولا حبيب، العراق بعد أكثر من 10 سنوات مأساة حقيقية، ليبيا نفس المشكلة. فلما يجي دلوقتي يقول لي داعش وفي خطر اسمه داعش، تعالوا نعمل تحالف ضد داعش، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يخصص جزء من كلماته أمس عن داعش، أنا الحقيقة برتاب بشدة في الجدية في التعامل أول حاجة، وفي الفزاعة ديت، وفي أسلوب التعامل، يعني لأن إحنا أنا شايف إن دي حرب 48 جديدة، إن هو بيقول زي ما البريطانيين بيقولوا إحنا ضد الصهيونية ولن نسمح بالسفن المهاجرين بالوصول لفلسطين، في حين هم بيتعاونوا معاهم وفتح لهم السكة وادوهم الأسلحة في فترة الانتداب. فاحنا دلوقتي في الفتره دي تيجي تقول له يلا نحارب داعش بالفصل السابع يقول لك لا مش محتاج. نعم. تيجي تقول له يلا نعمل هجمات بريه لا مش محتاج. طب ايه في ايه؟ هو سايبين البترول معاهم ازاي لغايه دلوقتي؟ طب دلوقتي اسرائيل بتسعى مع امريكا لتفتيت الدول العربيه، ويا ريت تقسيم تفتيت على هيئه ميليشيات، الميليشيا اللي تحتل الحي ده النهارده تيجي الميليشيا الاخرى تحاول استعادتها، والمدنيين هم واخد هذه المعركة. طب خلينا موضوعنا الرئيسي، برجع على تصريحات الرئيس الفلسطيني وتشبيهه ما جرى في غزة بحرب إبادة، هل يمكن أن يلجأ فعلا عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية، أم أنها هي برجع لك تصريحاته كما يراها آخرون بأنه مجرد استهلاك داخلي فلسطيني ليس أكثر؟ لا طبعا، هو في مجال بعد ما فلسطين حصلت على وضعيه دوله في عضو في الامم المتحده، صحيح مش كامل العضويه، انما دي خطوه تسمح لها بمزيد من التصعيد القانوني. انا بس عايز اوضح ان الجانب الاخر بيستعين باكبر فريق قانوني في العالم وعنده ميزانيات يعني بلا سقف، وبالتالي هتبقى معركة قانونية، وأيضا على مستوى الإعلام وعلى مستوى البحث العلمي مهم أوي إن احنا ناخدها بقوة، لأن خلال ال3 أسابيع اللي جاية دي هتبلور أمور كثيرة في هذا المجال. إذا ما كانش احنا نضغط ونهاجم هنلاقي أبو مازن هو اللي بيتهم بالإرهاب، وهو اللي بيذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية مدان وليس كصاحب حق. طيب خليني اختم بسؤال اخير دكتور احمد فيما يتعلق ايضا بالخلاف الداخلي الفلسطيني بين حماس وفتح او بين السلطه الضفه الغربيه وكذلك غزه حركه حماس. دائما هناك اتفاقيات تجري، وجرت سابقا بأنه تم الاتفاق على حكومة وفاق وطني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عفوا الفلسطينيين أنفسهم، بس السؤال المطروح شو المدى الذي سوف تستمر به مثل هذه الصلحة إن صح التعبير؟ هي محاولة طبعا نتمنى لها النجاح والتوفيق وندعمها بكل ما أوتي يعني من قوة، إنما في النهاية مفيش حاجة مضمونة، يعني صحيح الرأي العام داخل غزة نفسها منقلب على حماس، حماس فقدت الحليف الإخواني ليها على الجانب الآخر في مصر، وأيضا اتضح إن سياساتها فيها كثير من الفجوات في السيناريوهات التي ترسمها والوعود، في علامات استفهام حول يعني مواقف قياداتها في المعركة الأخيرة، بالتالي ده بيساعد على التوصل إلى تسوية يمكن بعيدة المدى ويمكن تدوم إلى
في المدى المنظور إلى حد بعيد بين السلطة الفلسطينية، وده اتضحت ملامحه أيضا في الوفد الموحد اللي بعد 3 أسابيع في نهاية أكتوبر سيجتمع في القاهرة مع الجانب الإسرائيلي في المفاوضات غير المباشرة، وأيضا من خلال السماح للرئاسة الفلسطينية بوضع قواتها وعناصرها في المنافذ، ودي مهمة جدا، وكذلك المسؤولية عن الميزانيات المخصصة لإعمار غزة. أعتقد دي خطوات على الطريق ونعول عليها الكثير ونتمنى لها التوفيق، وإن شاء الله يعني الضامن الوحيد هو الشارع. الشارع دلوقتي ما بقاش عنده الخداع ده، ما بيتخدعش بسهولة، وهو رقيب على أداء كل الساسة وعلى كل القيادات. الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي ضيفنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير مشاهدينا، بعده سوف نتابع الشق الثاني السياسي في حلقتنا لهذا اليوم، لكن أيضا في شقنا الاجتماعي سوف نتحدث عن القهوة في اليوم العالمي للقهوة، كونوا معنا. مصر تسعى لسداد نحو 3 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية هذا العام. الجزائر ترسي على اتحادات شركات أجنبية 4 رقع لحقول النفط والغاز من أصل 31 كانت مطروحة في مزاد. تسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني. الدين العام الفرنسي يتجاوز 2000 مليار يورو للمرة الأولى ويصل لنسبة 95.1% من إجمالي الناتج الداخلي. كانت هذه هي أهم عناوين القسم الاقتصادي في حلقتنا لهذا اليوم، لكن دعونا نذهب بالتحديد إلى أيضا أحد المواضيع السياسية الهامة في حلقتنا، والزيارة المرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم غد إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي حول سبل التصدي للحركات والتنظيمات الإرهابية، طبعا حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. الزيارة المهم تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين مع عواصم صنع القرار العالمي حيال مختلف التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط. العاهل طبعا الأردني كان دعا قبل أيام وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد استراتيجية جماعية للقضاء على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. أتابع هذا الموضوع عبر الهاتف مع ضيفي من موسكو الدكتور سليم علي المحلل السياسي المختص في العلاقات الروسية العربية. دكتور سليم أهلا بك. إلى ما الذي يريده العاهل الأردني من موسكو؟ هل من رسائل معينة يريد إيصالها إلى القيصر الروسي أم ماذا؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدين الأعزاء. بالطبع نحن نعلم أن الأردن هو جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى تنظيم داعش. هذه هي الأهداف المعلنة. الجانب الروسي قد أبدى انزعاجه من هذا الموضوع لأن هذه الغارات أو العمليات التي يشارك فيها الأردن لم تكن متوافقة مع قرارات حسب الجانب الروسي الشرعية الدولية، ولم يتم أي تنسيق مع الجانب الروسي وهو الحكومة السورية التي يترأسها الرئيس بشار الأسد. الجانب بالطبع الآن روسيا هذا الانزعاج وما ترى دكتور سليم هذا التحالف. ألو أيوة تفضل تابع حديثك دكتور سليم. إيه طبعا ما نرى الأمريكية والتي يقوم بها ويشارك فيها الطيران الأردني أيضا لم تؤدي بأي نتائج على الأرض.
بل بالعكس الدولة الإسلامية هي تستمر في تقدمها وتستمر بتهديد المناطق الكردية وتستمر بخلق حالات من عدم الأمان في الأرض السورية. نعلم جميعا أن هذا الموضوع والجانب الروسي يركز على هذا أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم على الأرض إلا بالتعاون مع الحكومة السورية بشكل رئيسي. طيب طبعا الأردن لا تفضل. يعني بهذا الإطار في شيء معين حابب الملك الأردني يوصل للرئيس الروسي بالتحديد في الموضوع السوري، باعتبار بأن الأردن علاقات قوية مع الغرب وكذلك مع الدول الخليجية، هل يريد أن يوصل ما، أو أنه فقط لديه استراتيجية تحدث عنها قبل أيام في الأمم المتحدة فيما يتعلق باستراتيجية جماعية للقضاء على مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، يريد إيصال هذه الاستراتيجية ومشاركة الروس فيها؟ طبعا نحن نرى والجانب الروسي ينتظر أن تقع الولايات المتحدة الأمريكية كما رأيناها من تجارب أخرى، هناك التجربة الأفغانية، هناك التجربة العراقية، هناك التجربة الليبية وكثير من التجارب في منطقتنا، جميع الغارات المتحدة الأمريكية أدت إلى فشل ذريع وأدت للأسف الشديد إلى تدمير هذه الدول وأسقاط حكوماتها وتحويلها إلى بلدان فاشلة بكل معنى الكلمة. الجانب الروسي لا يود الدخول بهذا التحالف بالطريقة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الملك عبد الله العاهل الأردني يشعر بخطر، وهناك خطر كبير أن تؤدي هذه الغارات إلى إسقاط الدولة السورية وإسقاط وتحويل هذه البلد الجار للأردن الشمالي للأردن تحول إلى بلد فاشلة بكل معنى الكلمة، مما سينعكس على الأردن بشكل رئيسي. فهو يود أن ينسق مع الجانب الروسي طبعا من خلال والولايات الأمريكية، قد من المتوقع أن الولايات الأمريكية قد أرادت أن ترسل من خلال العاهل الأردني رسائل تطلب من الجانب الروسي بالتنسيق ومحاولة التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخروج من المأزق الذي أدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ومعها طبعا حلفائها العرب. هذا الوضع طبعا سوف يؤدي إلى محاولات لأن يقوم الجانب الروسي بالضغط على أو التنسيق مع الحكومة السورية من أجل البدء بعمليات أرضية من أجل إغلاق هذا الأمر. ثانيا نرى هنالك محاولات من الجانب التركي ومن الجانب الإسرائيلي إلى إقامة مناطق عازلة ضمن الأراضي السورية وما يترتب عن ذلك من مسائل ومن أمور قد تؤدي إلى خلق إشكاليات كبيرة على الواقع وفي الأزمة السورية. طبعا هذه الأمور هي أمور عويصة جدا، وحتى الجانب العربي الذي قبل بالدخول مجبرا أخاك لا بطل بالدخول في تحالف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هو لا يعلم نتائج هذا التحالف، وهو لا يعلم إلى أين سوف تؤدي، هل هنالك سلام في هذه المنطقة أم لا. دكتور سليم، سؤال أخير، يعني الأردن معروف أنه أكثر البلدان تخوفا من امتداد داعش إليه بطريقة أو بأخرى، أكد الملك الأردني على ضرورة مكافحة وتصدي للحركات الإرهابية. موسكو شو فيها تفيد عمان في هذا الإطار لمكافحة الإرهاب بالتحديد؟ للأسف الشديد العرب بشكل عام، طبعا دول الخليج العربية بشكل عام ومنها الأردن طبعا بشكل خاص، تبدي تعاون على وتتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل مغامراتها في منطقة الشرق الأوسط. ونحن رأينا عملية عندما بدأت الأزمة السورية ورأينا التسليح الذي جرى من خلال الأراضي الأردنية والتسليح على الأراضي الأردنية لمجموعات كثيرة مسلحة. طبعا هذه المسلحة هي مسلحة، رأينا هذه الجماعات المسلحة هي جماعات إسلامية التحق جزء كبير منها إما في جبهة النصرة أو في داعش. المشكلة الآن الذي نراها أن الأردن قد اشترك في خلق مشكلة له نفسه، هذه المشكلة سوف ترتد عليه. طبعا هناك محاولات التخلص ومحاولات للعمل مع الجانب الروسي أن يقدم ضمانات لكي لا يكون هنالك أي محاولات لخلق من الجانب السوري للرد على الجانب الأردني. طبعا هناك طبعا تطور الأمر إلى محاولات لإسقاط الدولة السورية، هناك محاولات يقوم الدولة السورية
بضرب المجموعات المسلحة التي تنطلق وهي قريبة من الحدود الأردنية، أو السماح لها بالذهاب باتجاه الأردن، لأن نعلم أن جبهة النصرة وداعش قد أعلنت عن استهداف جميع الدول التي تشارك في الائتلاف الدولي لضربهما. نعم نعم دكتور سليم، وصلت فكرتك دكتور سليم علي محلل العلاقات الروسية العربية، ضيفنا عبر الهاتف من موسكو. مشاهدينا، القهوة المشروب الأول عند ما لا يقل عن 50% من الناس. المليارات يبدأون يومهم بها أو يتلذذون بفنجان ساخن يساعدهم على الاسترخاء بعد الظهر. طبعا مع تصاعد أهميتها تم تخصيص تصور يوم 29 من أيلول سبتمبر من كل عام كيوم عالمي للقهوة، والتي تعد تصوروا أنها ثاني أهم سلعة عالمية بعد النفط، لكن يعاني مزارعوها من الفقر والحرمان. إنه البن، ذلك المشروب السحري الذي يعدل أمزجتنا وصباحاتنا، المشروب الذي يعجز أكثر الناس عن البدء بنهارهم وأعمالهم دون أن تتذوقه شفاههم. لكن الحبة السمراء لا تخلو من بعض الإحصائيات والحقائق الطريفة والملفتة معا، فقد كشفت الدراسات بأن الرجال أكثر استهلاكا للقهوة من النساء، حيث أن أكثر من نصف الرجال يحتسون القهوة، بينما تقتصر النسبة بين صفوف النساء على الثلث فقط. وبالنسبة لاستهلاك القهوة، تعتبر البرازيل من أكثر دول العالم استهلاكا للبن على أساس نصيب الفرد، بينما تأتي الصين في ذيل القائمة. العرب من جهتهم، وكما قالت المنظمة العالمية للبن، يستهلكون 1,400,000,000 كوب من القهوة يوميا، بينما لا يستهلك الأمريكيون الذين يقارب عددهم عدد العرب أكثر من 400,000,000 كوب يوميا، أي ما يعادل 1,460,000,000 كوب من القهوة سنويا. ومن بين الإحصائيات الطريفة ذلك الاستطلاع الذي أشار إلى أن نصف سكان العالم يفضلون احتساء القهوة على الاستحمام صباحا، فيما لو أجبروا على الاختيار بين الاثنين، في حين أن نصف سكان كوكبنا مستعدون للتخلي عن هواتفهم المحمولة لمدة شهر كامل، لكنهم لا يقبلون بالاستغناء عن القهوة. يذكر بأن البن هو ثاني سلعة عالمية من حيث التداول بعد النفط. كان من المفروض أنه ينضم لنا لمتابعة هذا الموضوع السيد موريو غاليندو، وهو رئيس العمليات في المنظمة العالمية للبن، لكن ظهر مش شربان قهوة كتير فالزلمي نايم ما بعرف. إلى موضوع آخر، الأسواق العربية كيف كانت اليوم؟ تفاصيل أوفر معنوها علي. أهلا بكم مشاهدينا. فيما يتعلق بجلسة تداولات يوم الثلاثاء في الأسواق العربية، كانت تطغي الألوان الخضراء، هناك ارتفاعات في سوق دبي بحدود 0.9%، تحسن في قيم التداولات تجاوزنا 700,000,000 درهم، أقل من ذلك بكثير كانت تداولات سوق أبو ظبي، والذي أيضا تمتع بمستويات من الارتفاعات متواضعة. السوق العمانية أيضا كانت هناك دعومات واضحة من كل القطاعات دعمت المؤشر ووصوله إلى مستويات اختبارات جديدة. فيما يتعلق بالسوق الكويتية، قيم التداولات سجلت تراجعات عن مستوى 30,000,000 دينار، وارتفاعات في المؤشر السعري بحدود الربع نقطة مئوية، لكن مؤشر 15 سجل بعض التراجعات في الجزء الأخير من الجلسة. عادت السوق السعودية لتسجيل مستويات قوية عند مستوى 10,800 نقطة، هناك اختبارات عند هذه المستويات، دعم من القطاعات جميعها وبالأخص بالنسبة للقطاع المصرفي، والسوق المصرية تكمل مسيرة الارتفاعات
الاجتماعات التي ابتدأتها في بعض جلسات هذا الأسبوع، وكان رغم كان تواجد هناك عمليات بيعية على الأسهم القيادية خصوصا بالنسبة للبنك التجاري وبعض الأسهم العقارية التي كانت مسؤولة عن ارتفاعات السوق في الجلسة الأسبق. السوق في فلسطين على بعض الارتفاع، لكن السوق في لبنان أو في بيروت كانت مستقرة إلى حد ما. هذا كان ملخص حول وضع التداولات في جلسة الثلاثاء. إلى اللقاء. شكرا للزميلة نهى علي. بعد الفاصل مشاهدينا، يهربون من الموت جوعا إلى الموت في المتوسط أو في عرض الصحراء. يذهبون هربا من موت الحرب والجوع ليلقوا حتفهم وسط مياه البحر الداكنة الغميقة أو الصحراء الكبيرة. هذا حال الكثير بل الألاف من المهاجرين الغير شرعيين الذين يذهبون من إفريقيا وبعض الدول العربية يحاولون قطع مياه البحر المتوسط وقبلها الصحراء الإفريقية الواسعة للذهاب إلى أوروبا، لكن هذه الرحلة كثيرا لا تتم بسبب العديد من المشاكل التي تواجههم. أولها طمع، ما يعرف بعصابات التجار بالبشر. فوق الموت عصة قبر، مثل شعبي قديم ولكن لم نفهم ما يعنيه إلا في هذه الأيام. ففي بلاد منكوبة ووسط موت مخيم فوق البيوت، أقل ما يحلم به الفقراء هو الهرب من الموت. لم يجدوا أمامهم ملاذا سوى الهجرة غير الشرعية ليتربص بهم الموت في البحر. تشير الإحصاءات إلى وفاة 4077 شخصا هذا العام أثناء عبورهم الصحارى والبحار في مختلف أنحاء العالم. 3/4 غرقوا في البحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى أن هذا العدد يشمل نحو 500 شخص فروا من إفريقيا والشرق الأوسط، ويخشى أن يكونوا قد غرقوا خلال منتصف سبتمبر أيلول في حطام سفينة أمام سواحل مالطا بعدما تعمد المهربون صدمة زورقهم. ومن المعتقد أن 40,000 مهاجر على مستوى العالم لاقوا حتفهم منذ عام 2000، بينهم 22,000 كانوا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا. الخبراء يتوقعون المزيد من السوريين على هذه الزوارق التي ترجح المعطيات والواقع غرقها من دون أي صوت منقذ، خصوصا بعد أن زاد الوضع في سوريا سوءا هذا العام مع استيلاء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق فيها. المضحك المبكي أن هؤلاء المهاجرين يدفعون مقابل موتهم في البحر مبلغا يتراوح بين 2,000 و4,000 دولار للشخص. ومن المعتقد أن المهربين يكسبون 500,000 دولار في الرحلة الواحدة، وهو أقل تقدير مقابل تعب المهربين في إغراق هذه الزوارق بمن عليها. على من يقع اللوم؟ على السلطات التي لم تقدر على إنقاذهم، أو على دولهم الفقيرة، أو على أحلام العيش الرغيد؟ علي فتوح، CNBC عربية. شكرا للزميلين علي فتوح وحسين السيد على هذا التقرير. المهاجرون يهربون من الفقر والموت فيبتلعهم البحر، عنوان هذه الفقرة الاجتماعية من اليوم في ساعة مع ضيفتنا من القاهرة الدكتورة أميرة محمد، وهي مديرة بناء القدرات في المنظمة الدولية للهجرة. دكتورة أميرة أهلا بك. يعني في هذا العام 2014 اللي لساته ما خلص، حوالي 34,000 مهاجر قد قتلوا أو ماتوا غرقا، لقيوا حتفهم قبل الوصول إلى أوروبا عبر زوارق
الموت، رقم هائل جدا ويثير الكثير من التساؤلات. أنتم في المنظمة الدولية للهجرة، كيف ترون هذا الرقم؟ ماذا أنتم فاعلون حياله؟ أشكرك شكرا جزيلا على الاستضافة، وأرحب بك وبالمشاهدين القناة الكرام. تأثرت جدا صراحة عند مشاهدة التقرير، ولكن للأسف أصبحت هذه الصورة متكررة. قبل حوالي 10 أيام أو أقل طبعا سمعنا بالزوارق التي غرقت في البحر المتوسط، وفقد حوالي 500 مهاجر على هذه القوارب، فقدوا وجدوا منهم تقريبا حوالي 11 شخص فقط. وروا قصة مؤلمة ومأساوية جدا، وأنه هؤلاء الضحايا عند محاولتهم العبور، هناك طبعا السماسرة والتجار الذين يمارسون عليهم كل أنواع الضغط بهدف أرباح مادية يعني كبيرة جدا. فعندما هربا من السلطات التي قد تكون لمحتهم في عرض البحر وتخفيف على الزوارق، ينقلونهم من زورق لزورق، يعني الرحلة منذ بدايتها إلى نهايتها يعبر هذا الشخص الذي يحاول الهروب يعني إلى أوروبا أو بعض الأماكن الأخرى، يحاول يعني يوضع يمر برحلة عذاب في الحقيقة، وهي في الأصل رحلة موت. فهو يعني زوارق صيد صغيرة، مراكب غير مسجلة من بلادها ولا تصلح لقطع هذه الأشواط والمسافات، ولذلك ينقلون من مركب لآخر. فالمأساة التي حدثت في الآونة الأخيرة في قبل أيام بسيطة كانت هي عبارة عن نقل هؤلاء المهاجرين من مركب لمركب أصغر، وقد وجد المهاجرون أن هذه المركب لا تصلح وهي تعرض حياتهم بشكل كبير للخطر، فرفضوا. وكانت الحادثة المأساوية الذين يعني التي سمعتم بها جميعا، أنه تم إغراق هؤلاء المهاجرين، وحتى أحدهم للأسف انتحر، عندما انتحر قبل أن يصلوا الموت، عندما رأى هذه الحالة المأساوية تخلص من حياته للأسف. هذه قصة يعني حدثت في القريب العام، وهذه القصة للأسف متكررة. كلنا نعلم أن العام الماضي في 2013 شهر 10 غرق أيضا 400 مهاجر أو محاول للهجرة في البحر المتوسط. نعم. يعني العدد أصبح خطير جدا. طيب. منذ يعني 2014 أرقام هائلة. تحدثين دكتورة عن أرقام هائلة، ما العمل؟ يعني عم نخلي ربما خيرة الشباب والنساء في الكثير من البلدان تموت غرقا بسبب بعض تجار البشر الذين يريدون الربح السريع. ماذا على الحكومات أن تفعل، يعني أوروبا بالتحديد وحتى أيضا بعض الحكومات العربية في البحر أو المتوسطية إن صح التعبير، ما المطلوب منها؟ أنا في سياق الأرقام أحب أشير إلى أنه هناك ظاهرة خطيرة، يعني بجانب الأعداد الكبيرة التي تموت هناك أعداد القُصر، أصبح أعداد القُصر يشكل حوالي أكثر من 53% في عام 2014 من هؤلاء الذين يفقدون حياتهم في عرض البحر. المسؤولية مشتركة ولا تقع على طرف واحد ولا على عبء واحد. الشخص طبعا يعني في منطقتنا العربية مع يعني تصاعد وتيرة الأحداث على أكثر من مستوى، ويعني التغييرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيره، أصبحت الهجرة ملاذ أو مهرب للجميع، رغم أنها تعرض حياته للموت. لك لا أن تتخيل ماذا ترك هذا الشخص وراءه حتى يدخل في رحلة للموت. المسؤولية مشتركة. نحن من خلال المنظمة الدولية للهجرة وعلى لسان المدير العام للمنظمة الدولية ذكر في تصريحات عديدة من تصريحاته، تصريحه الأخير ذكر دعونا نتوقف عن عد الأرقام والإحصائيات، دعونا نفعل شيء على أرض الواقع. أرض الواقع المنظمة الدولية للهجرة لها منهج واضح. نحن نعمل على مستويين، نعمل على مستوى رفع القدرات لشركائنا من الحكومات وشركاء الفاعلين، يعني الأطراف الفاعلة الأخرى، والشق الآخر وهو برضو لا يقل أهمية أو قد يكون الأهم، وهو المساعدة المباشرة للضحية. نحن نعمل على إنقاذ هؤلاء الشباب. المساعدة المباشرة كيف تكون مساعدة مباشرة؟ يعني أولا في مثلا خلينا نأخذ على سبيل المثال
إذا تحدثت عن السياق المصري والمهاجرين الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا، بنحاول نعمل محاولات إلى للم الشمل. بالطبع الأطفال لهم وضع خاص، ونحن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال غير المصحوبين يطرقون الحدود الأوروبية دون أن يكون معهم أحد، وهذه واضح أنها نوع من خطة يعني محاربة الفقر أو الظروف يعني اللي بتمر بها الأسرة، أنها تدفع بالأطفال بشكل ممنهج باتصال مباشر مع المهربين مع التجار بشكل مباشر حتى يأخذوا هذا الطفل ويبعدونه، يعني أملا في أنه هذه الدول لديها قوانين تمنع ترحيل الأطفال القُصّر ما دون 18 عام، فيقضي هذا الطفل يعني هذه السنوات حماية الضحية. طيب، بتتطلب تعليمه. بس السؤال الأخير اللي معضل معي وقت كثير دكتورة أميرة، مين في لاحق هؤلاء المهربون إن صح التعبير، يعني عصابات التهريب، مين في لاحقهم؟ هل أي محاسبة لهؤلاء؟ والله هذا يتطلب تنسيق لعالي المستوى بين الدول المرسلة والدول المستقبلة. هناك العديد من الأطر القانونية، هناك مثلا اتفاقية مكافحة الجريمة الوطنية عبر المنظمة عبر الوطنية، والتي يأخذ من يعني إحدى بروتوكولاتها هي مكافحة التهريب. هذا البروتوكول بموجب البروتوكول هو يلزم الدول بالتعاون في تقديم المساعدة لهذا الضحية، تقديم العودة الطوعية له وتسهيل العودة الطوعية واستقباله وحماية حقوقه إذا كان طفل، وبالذات في تحديدا في الأطفال. هم بعتذر منك لضيق الوقت، عم أقاطعك بس معنا وقت كتير. الدكتورة أميرة محمد، مديرة بناء القدرات في المنظمة الدولية للهجرة، شكرا جزيلا لك. ابنة بلسكوني تبني ملعبا جديدا لأسي ميلان. الرياضة مع محمد سيف. أهلا بكم. أكدت الرئيسة التنفيذية لنادي إي سي ميلان الإيطالي باربرا برلسكوني أن النادي سيترك الملعب الحالي للفريق والذي يتقاسمه مع الإنتر، وهو ملعب سان سيرو في مدينة ميلان. الروسونيري يسعى إلى بناء ملعب جديد يتكلف نحو 200 مليون يورو. بلغت قيمة عائدات البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي لكرة القدم نحو 1.5 مليار جنيه استرليني، بينما جاء في المركز الثاني الدوري الإيطالي والذي بلغت عائداته نحو 661 مليون جنيه استرليني، وفي المركز الثالث كان الدوري الإسباني أو الليغا الإسبانية وبلغت عائداته نحو 530 مليون جنيه استرليني. يسعى نادي مانشستر يونايتد خلف البرازيلي خواو ميراندا مدافع أتلتيكو دي مدريد الإسباني، ويحاول المانيو الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة عن طريق تقديم عرض قوي لناديه الإسباني يبلغ 27 مليون جنيه استرليني من أجل تدعيم دفاع الشياطين الحمر الذي يعاني هذا الموسم تحت قيادة الهولندي لوي فان خال. شكرا لكم وإلى اللقاء. محمد سيف، وكل الشكر لمشاهدينا. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.